السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام، متابعي منصة رواق. التربية الوجدانية مدخلا لبناء الإرادة والوجدان. مع هذا المشهد ووسط هذا الفول الجميل وزهوره البيضاء الرائعة التي أحبها منذ طفولتي، وأكيد حضراتكم تحبوا هذا الشكل. بالأمس تحدثت عن صفات الإنسان صاحب الذكاء الوجداني، استعرضت مجموعة من الخصال: الأمانة، المرونة، الحب، العطاء، الإيثار، الكرم، التواضع، الذهاب إلى حل قضايا ومشاكل الآخرين. كل النماذج التي عرضتها بالأمس تجسدت وتمثلت في نموذج النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا اللين الذي كان يتبعه النبي مع الصغار ومع الكبار، مع العجوز ومع الشباب، مع الأطفال. يا عمير، ماذا فعل النغير؟ مات يا رسول الله، يمسح على رأسه. مع ابن هذا اليهودي الذي كان جارا له، فيطلب منه وهو في لحظات وسكرات الموت أن ينطق أو أن ينطق بالشهادة، فينظر الولد إلى أبيه فيقول له: اسمع لكلام محمد بن عبد الله. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك المرأة العجوز التي أتت إليه: أتدخل العجوز الجنة؟ قال: لا تدخل العجوز الجنة. فحزنت المرأة، ثم نادى عليها وتبسم في وجهها: لا يدخل الجنة عجوز، إنما يدخلها شباب، وتكوني شابة في سن 30. هذا الخطاب الوجداني في سلوكه مع سيدنا الحسن والحسين في داخل المسجد، عندما ينزل من على المنبر ليحمله، وعندما يطيل سجوده فيقول الصحابة: ظننا أنك قد قبضت أو أنزل عليك الوحي. قال: إنما ارتحلني ابني فخشيت أن أعجله أو أن أعجل عليه هذه الركوبة الجميلة، هذا الامتطاء لهذا الفرس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سلوكه وفي تعاملاته نموذجا للعطاء الوجداني. كان صلى الله عليه وسلم في كل مفردات الحياة، في سلوكه مع الأبناء، مع الأزواج، مع الأصدقاء، مع الصحابة، في كل موقف كان نموذجا لهذا العطاء الوجداني أحبائي الكرام. وأليس هو الذي قال: تبسم فإن في تبسمك لأخيك صدقة؟ أليس هذا الذي دخل أحد الصحابة عليه فوجده يقبل أحد أحفاده، أحد أبنائه، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأبناء لا أقبل أحد. قال: وما أفعل وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أو ما شابه ذلك في الخطاب؟ ماذا أفعل؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه أيها الأحبة الكرام دلالات واضحة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه في التعامل. إذا رصدنا الواقع الموجود داخل المدرسة، معلم لا يهتم إلا بما هو معرفي، يتجاهل الخطاب الوجداني، تقييمنا وامتحاناتنا لا تركز إلا على الحفظ، وحضراتكم عارفين هذا الكلام. الأسرة وعلاقتها بالمدرسة علاقة مبتذلة، علاقة غير موجودة في المدارس في التعليم العربي، وفي المدارس التي تدعي أنها إسلامية ربما تفتقد أيضا الخطاب الوجداني. ركزنا على الدروس الخصوصية، أهملنا طبيعة العلاقة بين الأبناء والمعلمين في المدارس وفي الجامعات وفي الروضة. تنازلت معلمة الروضة عن أدوارها، صنعنا نفسية العبيد، خطاب الآباء المبني على الإملاء والقهر تخرج لنا تلك الشخصيات التي لا تعرف إلا السمع والطاعة دون وعي ودون فهم ودون قدرة على إدارة الحوار. أحبائي الكرام، واقع التعليم في مدارسنا وفي مناهجنا يحتاج إلى أن نطبق الأهداف الوجدانية، يحتاج إلى أن نهتم بالتربية الوجدانية. إذا كانت التربية الوجدانية هي أساس الإبداع وأساس الابتكار وأساس إعمال العقل وأساس تأمل خلق الله سبحانه وتعالى وأساس التعبير عن المشاعر، إذا لقينا مجتمع مشاعره متبلدة، فاقد للعطاء، فاقد للكرم، فاقد للعدل، فاقد للحب، فاقد للإيثار، فاقد للتسامح، اعرف ان مظلة التعليم فاسدة وغير قادرة على ان تؤدي دورها. اذا نظرت الى مجتمع ووجدت ميزان العدل داخل المجتمع وداخل الأسرة ميزان معوج، اعرف ان هناك تقصير في الخطاب الوجداني. ايها الأحبة الكرام، نحتاج الى موازين واضحة نزن بها هذه الضمائر ونزن بها هذه القلوب، ونسعى سويا نحو تربية وجدانية حقيقية. ألتقي بكم إن شاء الله في الجزء الثاني وفي الحلقة القادمة حول تأصيل
واقع التربية الوجدانية في مدارسنا ومناهجنا، كما أوضحه الدكتور عبد الحميد أبو سليمان في كتابه أزمة الإرادة والوجدان المسلم، عندما تحدث كيف تساهم الأسر الحالية في تشكيل نفسية العبيد، وما دورنا في استعادة الدور الحضاري لتلك الأمة المسلمة. أيها الأحبة الكرام، ألتقي بكم على خير في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمة.